أهلا بكم. فوائد شرب الشاي: الشاي بيحتوي على مواد مفيدة جدا لصحة الإنسان، منها مادة الثيوفيلين، ودي موسعة للشعب وبتفيد مرضى حساسية الصدر، وكمان فيه مادة اسمها فلوفونايد، ودي من مواد المضادة للأكسدة ومضادة للسرطان. بيحتوي أيضا على حامض التانيك، وحمض التانيك ده بيرسب الكالسيوم والفوسفور وبيرسب الكوليسترول. اهم شيء ما تشربش الشاي بعد أكلة فيها معادن زي الكالسيوم والفوسفور والحديد، اشربه بعد أكلة دسمة زي الجاتوهات والحاجات اللي فيها الدهون كتير. وأفضل وقت لشرب الشاي بعد الأكل بنص ساعة على الأقل. شكرا لكم وإلى اللقاء.